أجواء جميلة هنا في ملعب الأنفيلد. نتواجد اليوم مشاهدينا لتغطية هذا اللقاء، وكما هي العادة سأكون معكم فارس عوض من كابينة التعليق. لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في بطولة الدوري الإنجليزي. فريق ليفربول يواجه البلوز تشيلسي. كل مباراة في الدوري لها قيمتها وأهميتها لجمع النقاط، وكل مدرب يريد أن يخرج منتصرا من هذه المواجهة على أمل بأن نشاهد مواجهة كبيرة بين الفريقين. لدينا لاعبين مهمين اليوم، منتظر من هذا الثنائي الكثير في التطلعات والآمال التي ستكون كبيرة عليهما في هذا اللقاء. لاعبان كبيران ما في كلام، يملكان قدرات كبيرة، يساعدان فرقهم بشكل جيد، يقدمان إضافة كبيرة في الملعب. ولمع التشكيلة الرسمية ليفربول يبدأ اللقاء. يفتح اللعب على الطرف، فيرجيل فان دايك، ساديو ماني، تمرير على الطرف، كرة بيتغير اتجاهها وتخرج إلى رمية التماس. تحت الضغط في هذه اللقطة، تدخل في اللقطة الماضية، لكن الكرة بالطول بتتحول إلى رمية التماس. كريستنسن، ضغط ناجح في الأمام، جوردان هندرسون. مباراة ما راح تكون سهلة ابدا، مباراة صعبة على الليفر، يواجه خصم قوي جدا وعليه ان يقدم افضل ما لديه. فابينيو وصلت الى صلاح، يا سلام انظر الى هذه التمريرة. المدرب يورجن كلوب يحاول الان ان يدفع فريق للحفاظ على هذا الرتم الهجومي، لان هدف التقدم اصبح قريب من الفريق. ترويضة للكرة ما كان بشكل جيد. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. هجوم من الليفر، كرة خطيرة، الهدف تقدم، فرصة خطيرة لكن ضاعت في اللقطة الماضية. شوف التسديدة، كان قريب من حارس المرمى لكن الفرصة بتضيع في النهاية. خارج الملعب، ضربة مرمى، إعادة للكرة الخطيرة كانت قريبة جدا من المرمى. ساديو ماني، ليفربول يهاجم، فينالدوم، شوف التنفيذ، الله على الكرة البينية، مذهل حارس المرمى في هذا التصدي. هدف التقدم يقترب، يورجن كلوب الآن بتوجيهات بتعليمات يدفع فريقه إلى الأمام.
محمد صلاح في تنفيذ ضربة ركنية. أوهو، يبعد كرة خطيرة. جوردن هندرسون، فرصة للعرضية، حولها إلى رمية تماس. جوردن هندرسون، شوف انطلاقة اللاعب ولتجاوز المدافعين، كان تسلل صحيح، كان عليه الانتظار قبل أن ينطلق حتى يتفادى الوقوع في هذه المصيدة. ينجح في الاحتفاظ بالكرة بعد استقبال خاطئ في اللقطة الماضية. هجوم من تشيلسي. هافيرت في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. روبرتسون، روبرتو فيرمينو، تغطية ضعيفة من المدافع، الكرة مع هجوم الخصم في هذه اللحظات، ممكن هجمة مرتدة الآن. كرة في الجناح، ماركوس ألونسو، حكم الرايح احتسب تسلل. محمد صلاح، وصلت إلى روبرتو فيرمينو، ملعوبة إلى فينالدوم، تدخل في توقيت مناسب، الله على استخلاص الكرة. هودسون أودوي، تصويب الآن، تصدي ممتاز. بيخلصها في هذه اللقطة. التقدم كان قريب جدا، لكن برافو حارس المرمى. المهم الآن الاستمرار في الضغط حتى يأتي التقدم سريعا. دفاع متأخر ومتمركز حول منطقته. جورجينيو، رمية تماس لليفربول. تريت ألكسندر أرنولد، كرة تصل لصلاح. فابينيو، جوردن هندرسون، هجوم من الليفر، كرة عرضية عند القائم الثاني، ذهبت للفريق الخصم. تشيلسي لم يقدم شيء أمام المرمى اليوم، ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. هجوم مرتد في ظل تباطؤ المدافعين في العودة إلى مراكزهم. يستعيد الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. من خلال الأرقام الليفر الطرف الأفضل فيما يخص الاستحواذ، لكن الاستحواذ ليس طموح هذه الجماهير فقط، الجماهير الحاضرة تريد الفوز. كما نقول دائما، الحصار بدون نتيجة يرهق قواك، وهذا ما نشاهده حتى الآن، من إحباط، من التعادل، من الفرص القليلة اللي يخلقها الفريق. عليهم أن يغيروا من أسلوبهم وأن يكونوا أسرع في الثلث الأخير حتى تتاح لهم فرص أكثر. سيزار أزبيليكويتا، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. ليفربول يهاجم، الكرة وصلت لمحمد صلاح، إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. يا سلام على التمريرة، فرصة مواتية لهجوم معاكس الآن. يستعيد الكرة بتدخل سليم. فينالدوم، ملعوبة إلى فان دايك. جوردن هندرسون، ملعوبة إلى فينالدوم.
بتروح لروبرتو فيرمينو. فابينيو، كرة بينية عالية، انطلاقة كانت خاطئة من اللاعب، تسلل واضح في اللقطة. لو تأخر في التحرك بعض الشيء كان ممكن يكسر التسلل، لكن تسرع في انطلاقته وبالتالي راية وتسلل. كاي هافرتز، ملعوبة إلى جورجينيو. تشيلسي يهاجم الآن. ماونت، إمكانيات الكرة العرضية، الله على التدخل مثالي، شوف كيف خلص الكرة. روبرتو فيرمينو، لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقته غير العادية في التمرير. ساديو ماني، فابينيو، شوط أول ينتهي والنتيجة سلبية. الشوط الثاني ينطلق هنا في الأنفيلد. كريستنسن، هودسون أودوي، كرة تصل لكانتي، بتروح عند ساديو ماني، هجوم من الليفر، سهولة في نقل الكرة بين عناصر ليفربول، عرضية لا تمر بسبب الدفاع، عرضية من ماني، كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. ماونت، بالنظر فيما قدم محمد صلاح في الشوط الأول، لم يظهر في الشوط الأول ولم يقدم الإضافة، من الممكن بأن يصنع الفارق في هذه المباراة إذا أتيحت له الفرصة، لكن حتى الآن لم تسنح له الفرص ولم يحاول بالشكل الكافي لكي يصنع الخطورة ويسجل. حكم الراية يرفع رايته يعلن عن وجود تسلل. تحرك دكة البدلاء، نشاهد الآن المدربين وتغييرات في نفس اللحظة. يتقدم باتجاه المرمى. كانتي، روبرتو فيرمينو، كرة بتقطع بواسطة فان دايك، تياغو الكانتارا، ممتازة التمريرة العالية، الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. مباراة في قمة الملل حتى اللحظة، الأرقام لا تكذب مشاهدينا، في مسألة ما نشاهده حتى الآن لا توجد حلول ولا يوجد أي إبداع هجومي ولا يوجد أي خيال بالنسبة للاعبين، مستوى لا نريد أن يستمر. ممكن هجمة مرتدة الآن، يعترف فان دايك، فرصة أمام تشيلسي للتقدم في النتيجة من هذه الركنية. ركنية في المنتصف، الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. فيرجيل فان دايك، ليفربول يهاجم، شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء، ضغط ناجح في الأمام،
تحت الضغط في هذه اللقطة. الكرة بتروح من لاعبي تشيلسي. ساديو ماني. ملعوبة الكرة إلى روبرتسون. رأسية بتروح بعيدة عن المرمى. ما عرف كيف يوجه الكرة بشكل مثالي. شوف الكرة الرأسية، وبالتأكيد تحتاج إلى موهبة، إلى مهارة حتى يوجه اللاعب. نابي كيتا، تصل إلى نابي كيتا. ملعوبة إلى أرنولد. الدفاع يتحصن ويتكتل في الخلف. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. تمريرة بعد الأخرى، وفي كل مرة إتقان شديد جدا. ماركوس ألونسو. ملعوبة إلى تيمو فيرنر. فرصة للتقدم. أليسون يتصدى لكن ما زالت خطيرة. فرصة ممتازة لتسجيل هدف التقدم، لكن بتضيع. كان ممكن يتصرف فيها بشكل أفضل، لكن لم تستغل هذه الكرة. كريستنسن يبعدها. ماركوس ألونسو. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. ماركوس ألونسو لديه فرصة لإرسال كرة عرضية. تشيلسي يفقد الكرة الآن. ساديو ماني. محاولات من ليفربول لخطف المقدمة. يبحثون عن هدف قاتل الآن، بحثا عن الانتصار في الدقائق الأخيرة. الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية. عرضية لا تمر من كانتي، وكرة مقطوعة. عرضية يقطع الخصم. فرصة أمام ليفربول لقتل هذه المباراة من الركنية. لعبها قصيرة في اللحظة الماضية. بيلعبها باتجاه القائم القريب. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. كيف راحت؟ انفراد بحارس المرمى، واحد على واحد، فرصة افتتاح النتيجة في وقت قاتل. الكرة بتضيع، مستحيلة هذه الكرة. نلعب الآن في الدقائق السبع الأخيرة. ليفربول يضغط من أجل الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. روبرتو فيرمينو. الحكم يقرر خطأ في وقت مهم جدا. كرة حرة من مسافة مثالية للتسجيل الآن. تعامل ممتاز من حارس المرمى مع الكرة الثابتة، ما كانت سهلة في اللقطة الماضية. روبرتو فيرمينو. بينية مقطوعة والخطورة مبعدة. كرة بتتجاوز الخط في المباراة. فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية. مستحيل. ما هذا السيناريو؟ أي دراما هنا؟ تعادل سلبي.
طوال المباراة، وفي اللحظات الأخيرة تأتي الإثارة كلها وتدخل الكرة المرمى. هدف قد يحسم الأمور، قد ينهي المباراة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. المباراة توقفت كثير، وبالتالي حكم المباراة يحتسب الوقت بدل الضائع كأربع دقائق. الجماهير الآن على أعصابها، الكل متعطش لسماع صافرات نهاية المباراة. جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، وصلت إلى أرنولد. ليفربول يفقد الكرة. كانتي، الوقت يمضي سريعا ويتقدم تشيلسي ويأمل. يا الله على شخصية هذا الحارس، الحارس نصف الفريق بل كل الفريق في هذا التوقيت، شخصية كبيرة، حارس الأوقات الصعبة. كرة زاوية إلى العمق، إبعاد الكرة، تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. ضربة زاوية أخرى، ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء، ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. والآن مع صافرة النهاية التي تعلن فوز ليفربول بالمباراة، الفوز تحقق وهذا هو المهم.